حتى مرتاح. ظهر الألماني وخد نفس الاتجاه بعد فترة شوية، والناس اتجهت للبرمجة وعلموا ولادكم برمجة وهنفتح مزارع برمجة. اتضح ان الموضوع تعبان برضو انت ونصيبك، في ناس بتعمل فلوس حلوة وناس لا. رأيي المتواضع ان المجال الافضل هو الفلاحة، لان الزراعة هي الحاجة اللي عمرها ما خيبت، والناس عمرها ما بطلت تاكل ولا هتبطل. الحقيقة ده مش هزار، الاهم من ده انك تكون شاطر ومجتهد وبتتعب في شغلك ايا كان مجالك.